الأحزان تبع المحاضرة الثانية في المادة العددي بعنوان المواصفات. المحاضرة دي عن الريدكشن للمواصفات، ازاي احسب الارثمتيك بتاع المواصفات السم برودكت، ازاي اعمل ترانسبوز احول المصفوفة، والبارز اوف ماتريكس مصفوفة الوحدة، الترانسبوز السيمتريك ماتريكس مصفوفة المسألة، والترانسبوز اللي هو التحوير، الزيرو وان ماتريكس، والجوينت ميد بول برودكت، و بارتيشنت ماتريسيز. طبعا ديت انت شايفها طبعا مصفوفه اي واحد 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 الصف الاولاني العمودي واحد 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 ثلاثة واحد واحد الصف ام واحد، يبقى اخر عنصر في المصفوفه ام ان، المصفوفه اللي فيها ام صف وان عمود. طبعا خلي دي هنعمل مصفوفتين ايه بتساوي بي، اذا كان عنصر في بيساوي عنصر في بي، دي بنسميها ايدنتيتي ماتريكس، مصفوفه مربعة مكونة من ثلاث صفوف وثلاث عمود او اربع صفوف وكده، هي مربع عناصر القطب الرئيسي تبدا من عمل السماد بين واحد خلي القطب الرئيسي بيساوي واحد، نتيجه ضرب المصفوفه في اي مصفوفه ثانيه مصفوفه تبقى مصفوفه ايه هيساوي حصل ضرب ايه في مصفوفه واحد، يعني تبديل الاماكن اللي يبقى فيه. ازاي اجيب الانفرس بتاع المصفوفه معكوس المصفوفه ونسميه ايه ناقص واحد اس ناقص واحد. طبعا بجيب قيمه المصفوفه الاول وبعدين بحسب المعكوس بتاعها بالخطوات بتاعتنا